هل يوجد شيء اسمه كرامات؟ في شيء اسمه الآيات، الآيات هي المعجزات والكرامات. يعني يا جبال أوبي ما هو الطير ألن له الحديد، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ألقنا في يمينك يا موسى فألقى في ذي حية تسعى. كل هذه الأشياء ثابتة في كتاب الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أشياء كثيرة جدا في هذا الصدد.